أيها الليبيون أيتها الليبيات، لقد نجحنا في تحقيق خطوات جدية حول الترتيبات الأمنية في مدينة طرابلس كبرى. أقل من 24 ساعة لم تكد تمضي على تصريح السراج بثنائه على نجاح الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى وتخطيطه لتصديرها خارج العاصمة، حتى جاء ما ينفيها على الأرض وعلى مستوى الجهة المكلفة بتنفيذ الترتيبات. لازم نوضح أن الترتيبات الأمنية لم تطبق إلى الآن، لم يبدأ فيها. الآن ظهر ما كان البعض يخشاه ويحذر منه، وهو أن ترتكب هذه الحكومة ما ارتكبته حكومة علي زيدان بإعلان ترتيبات وانسحابات كاذبة. أثبت الزمن أنها مفبركة وأنها ترتيبات للتضليل وخلق مادة إعلامية للاستهلاك المحلي والدولي ليس أكثر. فإعلان الترتيبات وضم كتائب مسلحة للأجهزة النظامية وتسليم المقرات الأمنية لمؤسسات الدولة كلها أحداث مفبركة أو تكت. وزارة للداخلية وأخرى موازية لها في العمل ربما هو أقرب وصف للوضع في مدينة طرابلس. فالأولى يترأسها وزير مفوض لتسيير الأمور الإدارية والأمنية أحيانا، وأخرى تقبع في الظل يحكمها أمراء كتائب مسلحة هم أصحاب القرار على الأرض، هكذا يرى مراقبون. هجوم الخارجية الإرهابي في العاصمة حدث من شأنه أن يضع المجلس الرئاسي المقترح أمام مسؤولياته الأخلاقية والدولية بالترويج لمعلومات غير دقيقة وغير ما اتفق عليه.